أي مواطن ولا مواطنة مغربية من حقه يختار الوجهة السياسية اللي غيمشي ليها. أنا ما عندي حتى مشكل على الاستقطابات السياسية، كل ما عندي وطلت به ستحترم بعض المساطير القانونية فقط، تحترم بعض المساطير القانونية. إذا كان شي واحد في حزب ما فيه مشكل يقدم استقالته طبق القانون الجاري به العيلان، لا ديال داك الحزب ولا القانون ديال البلاد، ولا يجيب له التيسير، لان من حقه، لان ما ممكنش شي حزب يستعبد شي حد، لان الناس ولدتهم امهاتهم احرار، اذا عندهم الحق ديال الاختيار. يوم يمكن يخدم معايا، قد يكتشفني بانني ما صالحش الخدمه معايا، يختار مع من يختار. يتم هذا الاستقطاب بطرق غير قانونيه وخارج المساطير القانونيه يؤثر. ملي كيتم بطرق قانونيه وفق المساطير القانونيه لا يؤثر، بالعكس بالعكس. هو المشكل فين كان واحد الوقت؟ هو ان بعض الاحزاب كانت كتقول الترحال السياسي ممنوع وحرام وما خصوش يكون وكذا. الان اكدت حتى هذه الاحزاب بان هي احزاب كلها بحال بحال، لان اللي كيرحلوا له 10 بحال اللي كيرحل له واحد بحال اللي كيرحلوا له 100، لان الامر في المبدا، الامر في المبدا. اليوم تاكد الحمد لله بانه جميع الاحزاب المغربيه بحال بحال، ويجب ان تكون بحال بحال، فيه الصالح وفيه الطالح، فيه المزيان وفيه الخايب. العيب هو اننا ما نقوموش الخايب اللي فينا وما نشجعوش المزيان اللي فينا.